أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. هناك آية قرآنية كريمة تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية المباركة، من المقصود من أولي الأمر؟ عندنا القضية واضحة، هم آل محمد صلوات الله عليه وهذا ليس تفسيرا للقرآن الكريم بالأحاديث الشريفة فقط، الأحاديث الشريفة في هذا المجال كثيرة واضحة الدلالة، وإنما ذلك تفسير للقرآن الكريم بالقرآن الكريم. أرجع هذه الآية المباركة إلى الآيات التي تتحدث عن الأمر حتى تعرف أولي الأمر من هم. كنموذج، وليس حديثنا عن هذا البعد، هنا الله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في سورة القادر: من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر. أولو الأمر، هنا كل أمر. الذي يريد أن يراجع فقط، أعطيت الإشارة وإلا حديثنا ليس عن هذا البعد. الآية المباركة هذه تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية المباركة كررت كلمة أطيعوه بين الله سبحانه، بين اسم الله سبحانه وتعالى وبين رسوله، تكررت هذه الكلمة: أطيع الله وأطيع الرسول. لماذا؟ لعل هذا التكرار لكي تبين هذه الآية المباركة الفرق بين وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى
ووجوب إطاعة رسوله صلى الله عليه وآله. الفرق في أي شيء؟ إطاعة الله هي إطاعة رسوله، إطاعة رسول الله هي إطاعة الله، والقرآن يصرح بذلك، ناهيك عن الروايات الشريفة الكثيرة. هذه ليست أولوية، هذه أولية. الأولوية معناها يوجد خلاف بين هذا وذاك، إذا حدث الخلاف فهذا أولى من ذاك. لا توجد أولوية في وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى على إطاعة رسول الله، لأنه لا يوجد خلاف اختلاف، دائما إطاعة الله مع إطاعة رسول الله، وإطاعة رسول الله مع إطاعة الله. هذه ليست أولوية، هذه أولية. إطاعة وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى أولي بالنسبة إلى وجوب إطاعة رسول الله، كمرحلة كدرجة ومرتبة، وإلا هما في المصادق متفقتان، إطاعة الله وإطاعة رسول الله. هذه مرتبة، هذه درجة. وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى درجة، ولذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كرر كلمة أطيعوه بين اسم الله وبين رسوله، ولم تتكرر هذه الكلمة بين رسوله وبين أولي الأمر، لعله يدل على أنه إطاعة رسول الله، وجوب إطاعة رسول الله مع وجوب إطاعة أولي الأمر في مرتبة واحدة. يعني عندنا مرتبتان، عندنا درجتان من وجوب الإطاعة. الدرجة الأولى وجوب إطاعة الله، من هذا المنبع، من هذه الدرجة ينبع شيء آخر، وجوب إطاعة رسول الله وأولي الأمر معا. إطاعة وجوب، أطيعوا أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، وجوب إطاعة رسول الله ووجوب إطاعة أولي الأمر، هذا مغلف واحد، هذا مرحلة واحدة. أطيع الله، هذه أوليا، وأطيع الرسول وأولي الأمر معا، هذه في مرحلة واحدة. هذه الآية المباركة كررت كلمة أطيعه. أما الآية المباركة التي هي محل حديثنا، التي بدأنا وتوجنا ونورنا بها حديثنا، في تلك الآية الكلمة ما تكررت، آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كلمة وليكم ما تكررت، ما جاءت بين اسم الله عز وجل وبين رسوله. الله عز وجل ما قال إنما وليكم الله ووليكم الرسول ووليكم رسوله، لا، الكلمة مرة واحدة. من الولي؟ ثلاثة: الله، رسوله، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. استعمال هذه الكلمة للثلاثة، كلمة واحدة من دون تكرار، لعله يستفاد منه شمولية ولاية رسول الله، ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما، بمقدار شمولية ولاية الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ولي الخلق، ولايته على الخلق كيف؟ بنفس الشمول، بنفس الحدود، لا حدود لولاية الله، بنفس السعة، بنفس الحدود، كلام غير صحيح، بنفس السعة، بنفس الشمول،
لولاية الله هذا الشيء بهذه الدرجة من الشمول بهذه الوسعة الله سبحانه وتعالى جعلها لرسوله ولأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. القضية قضية شمولية سعة. الولاية التي لله على الخلق كيف تكون أيا كانت، بالمقدار الذي نفهمه وبالمقدار الذي لا نفهمه، هناك واقع، هذا الواقع جعله الله سبحانه وتعالى بنفس السعة والشمولية لرسوله ولأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. نأتي إلى مركز هذه الآية القرآنية. هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ الكلمة المركزية في هذه الآية تتحدث عن ولاية. آية الولاية تتحدث عن ماذا؟ إنما وليكم. كلمة وليكم هي مركز هذه الآية القرآنية. وليكم يعني ماذا؟ شيئان. أولا وليكم تشريعا، أنتم أيها الناس عبيد لله سبحانه وتعالى، مقتضى مقام الألوهية الربوبية، مقتضى مقام عبوديتكم لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يأمر ينهى وأنتم تأتمرون بأوامر ربكم، تنتهون عن نواهي ربكم، خلاص افعل أنت يلزم أن تفعل. مقام ربوبيته يقتضي أن يأمر يشرع، ومقام عبوديتنا يقتضي أن نأتمر وننتهي. يقول لك يجب عليك أن تملك شيئا من أموالك لفلان، خلاص يجب عليك أن تطلق زوجتك، خلاص يجب علي يجب عليك أن تتزوج فلانة، خلاص نواهي، ممنوع أن تفعل الشيء الفلاني، أن تشرب الشيء الفلاني، أن تأكل الشيء الفلاني، أن تملك الشخص الفلاني شيئا من أموالك، ممنوع أن تطلق زوجتك، ممنوع أن تتزوج فلانة، خلاص. جانب آخر من الولاية التشريعية، كلامنا عن الولاية التشريعية، الولاية التشريعية بفعل نتيجة التشريع. يعني مرة الله سبحانه وتعالى يقول يجب عليك أن تملك جزءا من أموالك لفلان، مرة هكذا يقول، مرة يقول أنا الله أملك جزءا من أموالك لفلان، يأمرك أحيانا، أحيانا هو يتصرف، مرة يقول لك يجب عليك أن تطلق زوجتك، مرة هو يطلق زوجتك، أيضا هذا ولاية تشريعية. مرة يأمرك أن تتزوج بفلانة، مرة هو يزوجك فلانة، خلاص. هذه ولاية تشريعية كلها، يزوجك فلانة يعني يجعلها زوجة لك بأحكام الزوجة، يطلق زوجتك يعني يجعلها بائنة عنك تشريعا، هذه ولاية تشريعية أيضا. لعله هذا الشيء محتمل أن قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن
أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هنا الضمير في طلقكن يحتمل أن يكون راجعا إلى الله عز وجل لا إلى رسول الله. يعني مرة الله عز وجل يأمر رسوله مثلا أنه طلق فلانة من زوجاتك، الله عز وجل في هذه الآية المباركة بناء على هذا الاحتمال يهدد أن يطلق، هو الله يطلق بعض زوجات النبي. طبعا الله ما فعل بناء على أن الله عز وجل ما فعل، ولكن هذا تهديد. ما الفرق؟ الله يأمر رسوله أن يطلق زوجة من زوجاته، طبعا الرسول يأتمر بأوامر الله. لا، هذا آلم، هذا أوجع، هذا التهديد أقوى، أنه فلانة مثلا الله طلقها، عسى ربه إن طلقكن، الضمير يحتمل أن يكون راجعا إلى الله، إن طلقكن ربه، ربه من الممكن أن يطلق إحداكن. هذا آلم طبعا، هذا تهديد طبعا. الله عز وجل له ولاية أن يأمرك ويقول يجب عليك أن تطلق زوجتك، وله ولاية أن يطلق هو مباشرة زوجتك، خلاص ولاية تشريعية. إنما وليكم، وليكم يعني ماذا؟ شيئان، أولا الولاية التشريعية بجنبيها، ثانيا وليكم تكوينا. وليكم تكوينا يعني ماذا؟ يعني يتصرف فيك، يتصرف، يحييك، يميتك، يوجدك، يعدمك. يعدمك ليس من الأعدام، يعني يجعلك عدما، خلاص غير موجود أصلا. يرفعك، يخفضك في الدنيا في الآخرة، يتصرف في جسمك، يتصرف في نفسك، يتصرف في روحك، له ولاية تكوينية. تكوينا يفعل بك ما شاء، هذا الولاية التكوينية. هاتان الولايتان، الولاية التشريعية بجنبيها، الولاية التكوينية. هذه الآية المباركة تبين أن هاتين الولايتين بسعتهما بشمولهما لثلاثة. إنما وليكم الله، طبعا ولاية الله سبحانه وتعالى ولاية أصلية منه لا من أحد، ورسوله ولاية رسول الله سبحانه صلى الله عليه وآله من الله سبحانه وتعالى بنفس الشمول لولاية الله سبحانه وتعالى. ولاية الله كيف كانت تجاه الخلق؟ كشمولية نفس الشمولية. ما الذي يفعله الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يتمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى في التشريع؟ يتمكن رسول الله أن يفعله. ما الذي يتمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى بالخلق؟ الله عز وجل جعل هذه السلطة وهذه القدرة لرسوله صلى الله عليه وآله. ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا المقطع باتفاق جميع المسلمين هو المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هنا ملاحظة، الولاية التشريعية والولاية التكوينية خاصتان بالله ورسوله وأمير المؤمنين. طبعا عندما نقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو الواجهة لأهل البيت بصورة عامة، وهناك روايات شريفة تدل على ذلك. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مرارا سئلوا عن هذا الموضوع، كثيرا ما في الروايات الشريفة يرد أنه الآية الفلانية عن أمير المؤمنين، نفس الآية المباركة تفسر بأهل البيت، لا فرق. عندما نقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو واجهة أهل البيت صلوات الله عليهم. الولاية التشريعية والولاية التكوينية
موجودة لكثير من الناس، كثير كثير من الناس عندهم ولاية تشريعية، شيء من الولاية التشريعية، شيء من الولاية التكوينية. الولاية التشريعية، الأب له ولاية على صغاره أم لا؟ له ولاية. الأب والجد لهما ولاية على البنت إجمالا، إجمالا في زواجها، نعم إجمالا توجد هناك شيء من الولاية أيا كانت، على الأقل مثلا ولاية مشاركة. الأب الجد لهما ولاية. الأب له ولاية على فك نذرك، حل نذرك، نعم له ولاية. بعض الناس عندهم ولاية على الأيتام، هذه ولاية، هذه ولاية تشريعية. الولاية التكوينية جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل شيئا من الولاية التكوينية لكثير من الناس على كثير من الناس. شخص قوي يأخذ يدي، أريد أن أذهب، لا يأخذ يدي، لا يسمح لي أن أذهب، هذه ولاية تكوينية جعله الله سبحانه وتعالى مقتدرا أن يأخذ يدي يحبسني، هذه ولاية تكوينية أم لا؟ تصرف، تصرف في شخصي يأخذني خلاص. له ولاية أن يضربني، أن يجرحني، أن يقتلني، هذه ولاية، هذه ولاية تكوينية أم لا؟ تصرف تكويني في شخص، هذه ولاية. من أين؟ الله عز وجل قدره، يعني جعل له هذه القدرة. كم من الناس عندهم قدرة على كم من الناس؟ مليارات من الناس على مليارات من الناس، هذه كلها ولاية تكوينية. الولاية التشريعية خاصة بالله برسوله بأهل البيت، لا. الولاية التكوينية خاصة بالله برسوله بأهل البيت، لا. إذن لماذا الله عز وجل هنا يقول إنما يأتي بأداة الحاصر؟ إنما يعني فقط هذه الثلاثة، هذا دليل على أن المقصود من الولاية هنا ليست شيء من الولاية، إنما كل الولاية، إنما مطلق الولاية. الولاية التشريعية المطلقة فقط لهذه الثلاثة لا غير، حتى لسائر الأنبياء، لسائر الرسل، وما كانوا يمتلكون من ولاية تشريعية، ما كانت لهم ولاية تشريعية مطلقة. الولاية التكوينية المطلقة، السلطة المطلقة، السلطة بلا حدود، السلطة الشاملة شمولا كليا، هذه السلطة حتى ما كانت لعيسى بن مريم، ما كانت لإبراهيم الخليل، ما كانت لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، لسادة الأنبياء ما كانت هكذا سلطة، عندهم سلطة. المعاجز كيف كانوا يصنعونها؟ بدرجة عالية من الولاية التكوينية، ولكن الولاية التكوينية لهم كانت محدودة. أما هؤلاء الثلاثة ولايتهم التشريعية بلا حدود، ولايتهم التكوينية بلا حدود، هذا الفارق. وإلا لماذا أداة إنما؟ أداة إنما واضحة في الحاصر، يعني فقط الولاية لهؤلاء الثلاثة، فقط الولاية التكوينية والتشريعية فقط لهؤلاء، لله، لرسوله، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالإضافة إلى أنه، هذه من اللطائف في القرآن الكريم، فيه لطائف كثيرة جدا جدا لا تحصى أصلا، لو اجتمع البشر لا يتمكن أن يحصي لطائف القرآن الكريم. في القرآن الكريم كلمة وليكم فقط وفقط استعملت في هذه الآية، ما موجودة، هذه إشارة أيضا لعلها إلى هذا الموضوع. الولي المطلق، الولي الحقيقي، الولي الذي لا حدود لولايته فقط الثلاثة. عندكم أولياء آخرون في مجالات معينة، هذا له ولاية بهذا المقدار، ذاك له ولاية بمقدار كأس، ولاية بمقدار برميل، ولاية بمقدار استكانة، كل واحد شيء من الولاية. أما الولاية المطلقة الكاملة فقط لهؤلاء، لله بالأصالة، لرسول الله، لأهل البيت بجعل من الله سبحانه وتعالى.
هذه المعرفة، معرفتنا بالله سبحانه وتعالى برسوله بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليست معرفة في القمة ولا معرفة بدرجة ممتازة، ولكن إجمالا معرفتنا معرفة إجمالا مقبولة. هذه المعرفة وهي الأساس للعمل نراها، وللأسف ليست بتلك الدرجة من التأثير في أعمالنا. الذي عنده هذه المعرفة المفروض أنه ينضبط انضباطا كبيرا. في انضباطنا عندنا مشكلة نحن مع وجود هذه المعرفة. الذي ما عنده هذه المعرفة ما عنده الأساس، غير موجود، كيف ينضبط والأساس غير موجود؟ شخص مثلا أقول شخص ما عنده عقل يتمكن أن ينضبط له؟ العقل من أسس الانضباط، المعرفة من أسس الانضباط. الذي ما عنده معرفة غير منضبط، طبيعي عنده مشكلة في الأساس. نحن عندنا معرفة، لا أقول معرفة بدرجة راقية جدا، ولكن معرفة بدرجة مقبولة إجمالا. يلزم أن نكون منضبطين بدرجة مقبولة إجمالا؟ لا، ترانا عندنا مشكلة في الانضباط. ما الذي نحتاج؟ نحتاج عمر، الله عز وجل عمرنا بالمقدار الذي يتذكر فيه من تذكر. بعض الناس كان عمره أقل من أعمارنا، تذكر، انتبه، انضبط. العمر الذي عمرنا به يكفي للانضباط. نريد من الله سبحانه وتعالى عافية، الله عز وجل أعطانا من العافية ما أعطانا، جزء من هذه العافية يكفي. نريد من الله سبحانه وتعالى عقلا، إدراكا، الله عز وجل أعطانا. نريد من الله سبحانه وتعالى معرفة، الله عز وجل أعطانا. ما المشكلة؟ لا ندرك، لا ندرك الحمد لله، مشكلة إدراكية ما عندنا. أولا ندرك أن إمام زماننا يطلع على أعمالنا بكل وضوح، نعرف ذلك. القرآن بيّنه، الرواية الشريفة التي بأيدينا بيّنت، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، آيات وآيات، الأعمال تعرض على الإمام، على إمام زماننا عرضا تفصيليا في الأسبوع مرتين، في الاثنين والخميس. إمام زماننا يطلع على أعمالنا، مع ذلك أنا غير منضبط. ثانيا، إمامنا يتمكن أن يغير، يتمكن أن يسلب، عنده ولاية تشريعية وولاية تكوينية، يتمكن أن يسلب مني نعمة دنياي تصبح جحيما، يتمكن أن يسلب مني ولايتهم والعياذ بالله تعالى آخرتي تصبح جحيما، لا يتمكن، عنده سلطة. نفهم، يرى أعمالنا وله سلطة. النقطة الثالثة، لماذا أنا غير منضبط؟ الانضباط شيء جدا صعب، يعني ما كلفنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما كلفنا الله وكلفنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شيء صعب،
والله إنه السهل، والله إنه السهل، يعني أسهل من هذا ماذا نريد نحن؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى كان يتمكن أن يكلفنا من حقه، أهل البيت كانوا يتمكنون أن يكلفوننا 1000 ركعة في اليوم والليل، كلفونا 17 ركعة، 17 ركعة فقط، صعب. كانوا يتمكنون ومن حقهم أن يكلفوننا أن نصوم كل أيام السنة ولا نفطر إلا ساعة واحدة فقط، كانوا يتمكنون من حقهم، لهم سلطة تشريعية ولهم سلطة تكوينية أيضا، ينفذون ما أرادوا، ما كان ظلما. لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نصوم كل أيام السنة ولا نفطر إلا ساعة واحدة فقط، من حقه، أنا عبد. كانوا يتمكنون أن يكلفوننا أن ندفع كل أموالنا، كانوا يتمكنون أن يكلفوننا أن نقتل أنفسنا. الله عز وجل ما أمر البعض اقتلوا أنفسكم بالمعنى الموجود المذكور في الرواية الشريفة؟ ممكن. ما الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأهل البيت؟ أشياء صعبة؟ أشياء سهلة؟ مع ذلك أنا لا أنضبط، ليس غريبا؟ تعلمون أين المشكلة؟ المشكلة كلمة واحدة في اللهجة الكويتية مؤلفة من 3 حروف، في اللهجة العراقية مؤلفة من 4 حروف، دلع. في اللغة، في اللهجة العراقية دلال، مدلع نفسي، مدلل نفسي. أنا حتماً رأيتم، تعرفون بعض الأطفال، طفل مدلع مدلل أكثر من الحد اللازم، تقول له خذ هذا الكأس اذهب به إلى الغرفة الثانية، لا، يستثقل، كأس يأخذه من غرفة لغرفة يستثقل، بالفعل صعب عليه. لماذا؟ حسب تعبيرنا مدلع أكثر من اللازم. نحن هكذا أصبحنا. الله عز وجل يأمرنا بأوامر عادية، عادية جدا، عادية أصلا لا تليق بقدراتنا التي الله سبحانه وتعالى أعطانا، لا تليق بمعرفتنا التي الله سبحانه وتعالى أعطانا، شيء عادي جدا. لا، أنا مدلع مدلل، استصعب، صيام شهر رمضان والله في الصيف حر شديد، صلاة كم ركعة استثقل، صار وقت الأذان شلون أقوم أصلي، الخمس صعب، الحج صعب، أغض بصري صعب. لو أمرني الله سبحانه وتعالى أن أغض بصري عن كل البشر كان من واجبي ذلك ومن حقه أن يأمرني. الله قال هؤلاء فئة من الناس لا تنظر إليهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، شوية غض، ليس غمض، غمض هذا إطباق العين، الغض يعني تنزل عينك لا تنظر إلى بعض المناظر، استصعب، كأن الله سبحانه وتعالى كلفني أن أخرج روحي من بدني، مدلل. المشكلة هذه، استضعفت نفسي، استصغرت نفسي، عبر ما شئت. وجواب هذا الدلال، جواب هذا الدلع، جواب هذا الاستضعاف للنفس، الاستصغار للنفس، لا أتمكن، صعب علي، جواب هذا في حديث شريف من 7 كلمات فقط، حديث أنقله لكم وأختم حديثي بها. الحديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، في كتاب الأمالي أيضا بسند موثق، عن الفضيل ابن يسار
عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال سبع كلمات، الحديث مختصر جدا: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. اسألوا من العلماء، النكرة في سياق النفي تدل على العموم. ما نفي بدن نكرة، يعني لا يوجد أحد، يعني كل الناس هكذا. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، الذي ينوي شيئا نيته على شيء قوية بدنه لا يكون ضعيفا، يتمكن أن يفعل. ما الحديث؟ ما ضعف بدن، ليس فقط نحفظ الكلمات، إن شاء الله نطبق. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. توكل طبعا، توكل على الله سبحانه وتعالى، توكل على الله ترى أنك قوي قوي. توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، استناد إلى ركن شديد. هذا الأنبياء استنادهم إلى أهل البيت. اقرأوا قضية شعيب. أو آوي إلى ركن شديد، هم ركن شديد. توكل على الله ترى أنك قوي قوي، توسل بأهل البيت ترى أنك قوي قوي. تقوية النية، قو نيتك ترى أنك قوي قوي. طبعا في مرحلة ثالثة مع التوكل والتوسل. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمكانة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ببركات أهل البيت، بعظمة أهل البيت، بما أوجبه الله سبحانه وتعالى لهم على نفسه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم وفقنا لمراضيك، إلهنا بحقهم جنبنا معاصيك. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.